هي بلادنا دارت واحد مجموعة التراكمات في مجال حقوق الإنسان، ابتداء من العدالة الانتقالية والتنمية البشرية والدستور الجديد إلى غير ذلك. المجتمع الآن تطور وأصبح الآن من قضية حقوق الإنسان والتعامل مع قضية حقوق الإنسان لا رجعة فيه مطلقا، ولا يمكن أن نعود إلى الوراء، ولا يمكن أن تكون ردة وليست هناك ردة. هناك نقاش دستوري، هناك نقاشات حول قضايا معينة، ولكن المغرب يسير في هذا الاتجاه ويجب أن نسير في هذا الاتجاه. غير فقط حقوق الإنسان ليست فيها الحقوق فقط، فيها كذلك الواجبات، والمواطن له واجبات، والموظف عليه كمواطن له واجبات، والمسؤول كمسؤول عليه واجبات، ويجب أن يتم احترام الاثنين واحترام الحرية الشخصية فيما يخص حياته الذاتية. الآن الحياة تاع المواطن ولات مفتوحة على التليفونات وعلى التصاور وعلى الفيسبوك إلى آخره، هذه كتفرض نفسنا، واش نمنعوا ولا نحميوا هذه الحرية، هذا الحق في الحياة الخاصة من طرف قوى كتعتبر نفسها أننا الحق تصور ودير اللي بغات. هناك إشكالات الآن كتطرح في مجال حقوق الإنسان كتفرض علينا باش ناخذوا موقف، وهي الدولة هي التي تتخذ موقفا، تحمي الحريات ولكن كذلك تحمي الحقوق، وهذا التوازن بين حماية الحرية والحقوق هي أكبر تحدي غادي يعرف المغرب في المستقبل القريب. أنا بغيت غير كذا على نقطتين أساسيتين. أولا أنه المغرب استطاع باش يحقق خطوات إيجابية جدا في مجال حقوق الإنسان، وخصنا نتمنوا هذه المسألة هذه. وبناء عليه راه شحال ما درنا خطوات ديال حقوق الإنسان في المغرب، شحال ما كثروا الأعداء ديالك، لأنك كتأزمهم أو شيء من هذا القبيل، أنك كتجعلهم في المحك ديال المقارنة. فمحيطنا الجغرافي ومحيطنا التاريخي كيفرض علينا أنه نعرفوا بأنه راه خطواتنا في حقوق الإنسان تنؤدي عليه الثمن ثمن غاليا. ثانيا أن قضايا حقوق الإنسان الآن كتصبح كتطرح سؤال، ما هي حرية الفرد أمام وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإمكانيات التقنية الحديثة اللي ولات داخلة في حياتنا كلها؟ واش نجددوا؟ واش نطلقوا؟ هذا كيفرض علينا أن نكون شجاعين في اتخاذ قرارات تضمن الحريات الشخصية، ولكن كذلك تضمن الحريات والحقوق أمام هذه الجرائد الإلكترونية والفيسبوك إلى غيرها، باش تكون الأمور مضبوطة، ما تبقاش الحرية ديال الشخص وكرامته وأسرته أنها معرضة لتصرفات. المغرب قدم تقارير متعددة في هذا الموضوع هذا، من هذه التقارير اللي قدمها قدم تقريرين الآن حول أشكال التمييز العنصري، والثاني باتفاقية حماية جميع الأشخاص، ومنذ 2011 قدمنا 7 التقارير، ودرنا تقريرين حول آلية الاستعراض الدولي الشامل المتقع على مجال حقوق الإنسان وكذلك. فبالنسبة للحكومة عندها المندوبية الوزارية اللي هي مؤسسة تابعة لوزارة العدل كما كتعرفوا، واللي السيد المندوب الوزاري الآن يقوم بجميع اختصاصيته وسيقوم بالأجوبة على جميع التقارير الشاملة وجميع النقاشات التي تكون في مجال حقوق الإنسان. بغيت أكد لكم الآن أن برنامج يعيه السيد رئيس الحكومة مع الحكومة ديالو حول البرنامج الوطني لحقوق الإنسان، البرنامج الاستراتيجي لحقوق الإنسان، كذلك الخطة الوطنية التي اعتمدت مدى الحكومة السابقة ما زلنا سنعتمدها، سنقوم بالتغييرات فيها ولكن سنعتمد جلها. لذلك نحن مقبلون على خطوات في مجال حقوق الإنسان. إلا بغينا نعتمد مجال حقوق الإنسان خصنا نديروها بشكل متوازن كما قلت. هناك دولة، هناك التزامات، هناك حقوق، هناك مؤسسات، هناك ضمانات، هناك حريات الفردية، وهناك كذلك مسؤولية تجاه الشخص الآخر الذي له أسرة وله فرد وله حياته الخاصة، الذي يجب أن تحاط بجميع الضمانات. هل الأشياء أخذناها بعين الاعتبار في المسطرة الجنائية؟ غادي نأخذها بعين الاعتبار في القانون الجنائي. والآن الوسائل اللي غادي تجي في المستقبل كتفرض علينا نكونوا يقظين. المغرب دار خطوات، المحيط ديالو كيرفض هذه الخطوات بكل وضوح، وكيعتبر ان هذه الخطوات كتهدده هو، لانه المواطن ديالو كيتسال علاش المغرب وصل لهذا المستوى وهو ما وصل ليه. كذلك هذا الشيء كيتطلب واحد المجموعه على الامكانيات الماديه للدوله والوظيفيه للدوله باش يمكن لها تحقق هذا المجال ديال حقوق الانسان، وهذا كيدير التزامات ماديه. ولكن انا كنقولها دائما، اذا نطلب من المواطن الحقوق نطلب منه كذلك الواجبات. لذلك خاص يكون عندنا التشريع ديالنا الحقوقي في كثير من التوازن بين ما هو مطلوب وما هو مطلوب من الدوله.